الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني طبعا أنا أعرف أن القضايا أنه كتب يعني فيها ضلالات كثيرة جدا، وفي الحلال الحرام رد عليه الشيخ الفوزان يعني بكتاب الحلال الحرام، ولا وناقش الشيخ الألباني في تخريج أحاديث الحلال الحرام، والرجل يعني نشيط في الباطل، نشاط قوي جدا مع الأسف الشديد في نصرة الباطل والمشركين ومخالفة السنة وتأييد أهل البدع والدعوة إلى الضلال، ويقول النصارى إخواننا، وليه تقول النصارى هم إخواننا بارك ويا وين تقول الأشاعرة يعني ما هم من أهل السنة إلى آخر مناصرة الباطل والولاء للروافض، كما هو واحد من قيادات الإخوان من كبار قادة الإخوان الذين حرفوا هذا الدين على الأسف الشديد. نعم. احذروا من فتاوى الإخوان المسلمين، أنصحكم لوجه الله، قالوا لكم قرضاوي احذروا، القرضاوي قرب الدين، يعني يقصد الدين، يا إخواننا، احذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره، بارك الله فيكم، واجتهدوا بتحصيل العلم النافع.